إدانة لهذا العمل الإجرامي. أيضا قد بعثنا بتعازينا الحارة إلى الإدارة الأمريكية وإلى الشعب الأمريكي وإلى أسرة هؤلاء الضحايا. لقد رحلت بالأمس وكنت أنا شخصيا في المطار في وداع هذه الجثامين. أننا سوف نلاحق من ارتكبوا بهذه الجريمة وسوف نقدمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. نحن نشكر الدول الصديقة على تفهمها لهذا لما نمر به من ظروف. أكدنا لكافة البعثات الدبلوماسية المقيمة في طرابلس بأن أمنها مكفول وأن زيادة الإجراءات الأمنية قد تمت واتخذت.